خالد البلطان يخليك تطلع كل اللي عنده، وقالها معاي في اللقاء سابق انه انا قاعد اعطي روحي للاعب. اول شيء الحمد لله احب ابارك الجماهير الشبابيه وزملاء اللاعبين وجهاز فني. ابو البلطان ابو الوليد الصراحه مو مقصر معانا، الله يعطيه العافيه، يعني جاء زي ما قال لك، يعني اعطى اللاعبين الروح، بث فيهم الحماس بصراحه. يعني ما هو تقليل في الاداره كانت موجوده، لكن كل إدارة لها شغلة ولها استراتيجية. نقدر نقول الشباب كان يحتاج خبرة، كان يحتاج يعني رجل عارف وضع الشباب. بصراحة ناصر وضع الشباب كان صعب. والله شوف الوضع كان صعب، لكن أنا أكلمك بكل أمانة، وضع صعب الموسم اللي راح، لكن بداية الموسم هذا وضع الفريق إحنا قاعد نمشي خطوة بخطوة، الحمد لله ربي كافانا، واليوم إحنا المركز الثالث. هذا اللي بسألك يا الجميل، أنه أنت ما حطت هدف للجمهور. أنا ما قلت أني أنا بطلع وبنافس، لكن الآن في نتائج، الآن الجمهور الشبابي طمع يا ناصر، لما يقول أنا باقي بيني نقطتين على الثاني وأربع نقاط، الآن متعثر بالتعادل الهلال حتى الآن. شوف الحمد لله، يعني إحنا ما خلنا جمهورنا يطمع فينا بداية الموسم، مشينا خطوة بخطوة. اليوم الجمهور عنده طموح إنه يوصل الثاني يوصل الأول، ما في شيء صعب، لكن برضه أنا أقول لك كل مباراة نحسب حسابها وخطوة بخطوة لين نوصل. ناصر بصراحة أنت كلاعب وجيت مرت عليك فترات صعبة في المقدمة وفي في في مناطق ثانية، لكن لما نتكلم على وضع الشباب اليوم نقدر نقول إنه ممكن الآن الشباب ينافس على الدوري؟ أنت كداخلك كلاعب الشباب أنت تقول منافس أنا على الدوري؟ والله شوف إحنا زي ما قلت لك نبغى نمشي خطوة بخطوة. صعب إني أجي وأقول لك اليوم أنا بنافس على الدوري، لأن أنا ما بديت بداية الموسم بنافس على الدوري. الأندية اللي قالت تنافس على الدوري إحنا نشوف وضع الأندية حالياً ملخبط، لكن الحمد لله إحنا ماشيين. تأثرات كل الفرق قاعد تأثر، الحمد لله إحنا الفريق الوحيد اللي ماشيين، وزي ما قلت لك إحنا نبغى نمشي خطوة بخطوة. والله إن شاء الله يوفقنا بيد الجميع وتكاتف حتى جمهورنا، يعني أتمنى أنهم يكونون معانا يد واحدة ويحفزون اللاعبين، بلاش الكلام الكثير عارف بصراحة. يضايق يضايق لأنه عندنا لاعبين ما عندهم الخبرة أنه يتحمل ضغط الجمهور. صحيح أنه جماهيريتنا إحنا ما نقول جماهيريتنا، بس جمهورنا لازم يتكاتف معنا. انت ما عندك مشكله مع الضغط، واعرف الشيء هذا، والدليل المساعد قاعد تقدمه الحمد لله. اليوم هدف، يمكن غبت فتره عن التهديف، لكن اليوم هدف، صنعت هدف، صنعت برضو اكثر من هجمه اليوم الحمد لله، هذا توفيق رب العالمين زملاء اللاعبين. صراحه احنا زي ما قلت لك من يوم بدانا المعسكر واحنا يد بيد، وان شاء الله تستمر هذه نهايه المعسكر. الهلال تقدم واخر دقيقه الان سجل التعادل الرائع الحمد لله، هذا توفيق يعني رب العالمين. كل الطرق تؤدي الى ان شاء الله قدام. يعطيك العافيه، شكرا.